بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة في كتاب جامع بيان العلم وفضله للشيخ أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى. باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. هذه الترجمة أيها الكرام الفضلاء، حتى لا يختلط القرآن بغيره، وكان ذلك في البداية، ثم أذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الكتابة، فقال في حجته: اكتبوا لأبي شاه. نعم. قال: حدثنا عبد الله إلى آخر هات آخر الأثر. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله أيوة سعد بن مالك بن سنان بن أبجر بن خضرة الخزرج الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني شيئا. ألا هنا ناهية، وأتى الفعل بعدها مجزوما بحذف النون، وهو من الأفعال الخمسة، والنهي الأصل فيه التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. نعم. لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. شيئا أتت نكرة في سياق هذا النهي تدل على العموم، وهي من ألفاظ الأصول. فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. فمن اسم موصول بمعنى الذي، وهي أيضا من ألفاظ العموم عند الأصوليين. فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. والألف واللام في القرآن هي كتاب الله عز وجل المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو كلامه تبارك وتعالى. وهذا فيه هنا سوى أداة استثناء، هنا سوى من غير وسوى وسواء، كل من أدوات الاستثناء التي تخفض الذي جاء بعدها، الذي جاء بعده. وفي ذلك دلالة على أن ينهى عن كتابة كل شيء إلا القرآن. وقلنا أيها الكرام الفضلاء، كان ذلك في البداية حتى لا يختلط القرآن بغيره. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الكتابة، فقال: اكتبوا لأبي شاه. وأول من دون السنة محمد بن مسلم الشاب الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز، وكان ذلك في 101 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أفرض الناس، زيد بن ثابت وابنه خارجة من الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقيل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فخارج بن زيد هو ابن زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هو الذي جمع القرآن، وقال: والله كما في الصحيح، لو أمروني أن أزيل جبلا لكان أهون علي من أن أجمع القرآن. وقالوا: إنا لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. فأمروه فجمع القرآن، قال: وما زالوا به حتى شرح الله صدره لذلك رضي الله عنه وأرضاه. دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن أبيه، خال المؤمنين وأمير المؤمنين. لما دخل يزيد بن معاوية رضي الله عنه، وهم الأربعة الأجناد الذين كانوا في العام 18 والسادس عشر في فتح بلاد الشام، وكان شرحبيل بن حسنة في الأردن، ويزيد بن أبي سفيان وهو دخل دمشق وهو أول من دخلها وكانت له الولاية عليها. فلما حضرته الوفاة كتب لعمر أن يولي معاوية، فوافق له على ذلك، فتولاها معاوية 20 سنة أميرا وعشرين أخرى خليفة، فجمع له 40 سنة، وما عرف ذلك لأحد غيره. هم هذول القواد الأربع: أبو عبيد عامر بن الجراح،
الذي مات في عام 18 في طاعون عمواس أو في طاعون عمواس. أمين هذه الأمة الذي قال عمر: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته الخلافة، فإن سألني ربي أقول إن النبي قال إنه أمين هذه الأمة. لما قدم عمر إلى الجابية، الجابية هي قرية في الجولان، ولما قدم عمر وقال قال لأبي عبيدة: أريدك أن تأخذني إلى بيتك، قال: إنك أبيت إلا أن تعصر عينيك يا أمير المؤمنين، كما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن الجوزي في مناقبه، وابن المبرد في محض الصافي مناقب عمر بن الخطاب. فلما دخل بيته ما وجد عنده شيء، ركوة ووسادة من أدم. قال: كلنا بكى عمر هنا وقال: كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيد. وقدم من مصر عمرو بن العاص، هذول هم الأربعة الأجناد. عمرو بن العاص أتى فاتحا من مصر، أبو عبيدة في فتح الشام، يزيد في دمشق، شرحبيل بن حسن أتى من الأردن. وربما يسأل السائل يقول: وأين خالد؟ نقول إن خالدا كان موجودا رضي الله عنه وأرضاه، لكن قد عزله عمر لا لتهمة فيه رضي الله عنه وأرضاه، وقال: لكن حتى لا يفتن الناس به فيظنون أن النصر مع خالد، يعني إن ما في خالد ما في نصر. وهذا فيه مصلحة عظمى للحفظ المحافظة على عقيدة الصحابة. نعم. دخل زيد على معاوية. دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث، فأمر إنسانا. عمر بن عبد العزيز يوم من الدهر أرسل لخارجة. عمر بن عبد العزيز كان يعطي عطاء للفقهاء السبعة ولفقهاء المدينة والأمصار، ثم منعهم يوما لقلة المال في الدولة، ثم بعد ذلك أرسل لخارجة دونهم، فأرسل إليه مع الرسول قال: سلام على أمير المؤمنين، وإني إن أمضيت عطاءك لبقية الفقهاء كنت واحدا منهم، وإلا فلا حاجة لي للعطاء. قال: لا، ما ينفع أنك أنت تخصني إيش دونهم. الآن في الأخبار في كندا أتوا بخبر قامت عليه الدنيا أن مجموعة من الأطباء في كندا رفضوا علاوة وزيادة في الرواتب لأنهم لم يتم مساواة النيرسز معهم، قالوا لابد تسوون بين النيرسز وهكذا، وقامت الدنيا وقعدت. نقول: هذا عندنا من هو خير منه، هذا خارجي قال: احنا ما ناخذ، جزاك الله خير امير المؤمنين، لكن ان امضيت انا معفو. لما رجع الرسول قال: ظننت انه يقول ذلك لانهم ذريه بعضها من بعض. هكذا هم السلف، يحبون لبعضهم ويحبون الخير، ما في بينهم منابذات ولا في بينهم اي شيء من اجل هذه الدنيا. نعم. فساله عن حديث فامر انسانا ان يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. حديث هذا، الأثر هذا لا يصح، الأثر هذا فيه ضعف ولا يصح. نعم. عن عبد الله بن يسار قال: سمعت عليا يخطب يقول: أعزم على كل من كان أعزم. أعزم من العزيمة يعني آمر. نعم. أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث تتبعوا. أيوة يعني أيوة. حيث تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم. وهذا أيضا أثر فيه ضعف، لأن احنا قلنا كان أمر النبي في البداية، ثم بعد ذلك النبي أمر بالكتابة وكتابة العلم، ودرج السلف عليهم. وعمر عبد العزيز بدأ في كتابة السنة سنة 100 أو 101 قبل وفاته، وهو قد تولى من 99 إلى 101. نعم. عن أبي نظرة قال: قيل لأبي سعيد: لا
لو اكتتبنا الحديث فقال لا نكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم هذا كلها الأثار هذا فيها مقال انتهى الباب. والصواب أنه يجوز كتابة الحديث صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.